اختنا هنا هي اختنا كاميلا شحاته اللي واخدينها النصارى حبسينها فين؟ في الديه ان شاء الله. واحنا واقفين هنا عشان هي ايه؟ تطلع. وقفتنا كلها هنا عشان ايه؟ يطلعوها تدلب ايه؟ بشهادتها. هما بيقولوا ان هي مسيحيه وان هي اتعمل لها غسيل مخ. طيب تطلع تقول الكلام دوت. تطلع تقول إن انا مسيحيه. هما لغايه دلوقتي مش عايزين يطلعوها. احنا عاوزينها بس تطلع. لو طلعت وقالت انا مسيحيه كلنا هنقف جنبها، كلنا هنساعدها، كلنا هن ايه؟ هنحميها. سبب الوقفة هو احتجاز كاميليا شحاتة، والمطلب الوحيد للمصريين كلهم حاجة واحدة، مسلمين ونصارى شيء واحد، الإفراج عنها، لأن هي في الأول وفي الآخر مصرية، في الأول وفي الآخر مصرية، كاميليا شحاتة مصرية، بعيد عن أي شيء، لازم يعتالها إيدها تفك وتظهر وتعيش في حرية وتعيش في أمان، بعيد عن أي شيء. إن شاء الله الوقفة دي من أجل أختنا كاميليا شحاتة اللي هي أسلمت، وسلمها امن الدوله الغابر للكنيسه مره ثانيه، وهم دلوقتي ساجنينها بدون اي وجه حق. والله احنا جينا هنا النهارده يعني لاجل المطالبه باخت مصريه، سواء كانت مسلمه او مسيحيه، حريه المعتقد حريه مكفوله لكل الناس، سواء كان هذا مسلم او مسيحي، احنا هنيجي نقف نفس الوقفه. ليه؟ لان احنا بعد ثوره 25 يناير مش معقوله ان يكون في انسان لا ينال اقل حق من حقوق الحريه، الا وهو حريه المعتقد، ايا كان معتقده، سواء كان مسلم او مسيحي او اي ديانه او اي مله. وقفتنا النهارده وقفه مش لاجل المطالبه باخت مسلمه او اخت نصرانيه او اي معتقد، ولكن وقفتنا لاجل حريه المعتقد في مصر. لابد ان تتوفر لكل انسان سواء كان مسلم او نصراني او ايا كانت ملته، لابد ان يكون عنده حريه المعتقد. انا جايه هنا عشان اقول انا عايزه اختي، مش مهم اختي في الدين، بس هي اختي في الانسانيه، انا عايزه الحريه. اي حد يقول يعتقد باي دين مش مهم، بس المهم ان هم ما يتحبسوش. هي ما عليهاش قضيه، ليه تتحبس في الدير؟ هي ما عليهاش قضيه عشان تتحبس في الدير، وكمان الحبس الحقيقي في السجن مش في الدير.